السلام عليكم يا البنات، جسبي كيف زالي بزانا. رجعت لكم فيديو جديد باذن الله تعالى. في هذا الفيديو كما قلت لكم وكما وعدت البنات حندير لكم اللي جلدوش ارخص اللي عندنا كاينين هنا في الجزائر. تبعوا معايا يا خياتي، نهضر لكم واش هما اللي جلدوش هادو، واش هما يعني الشيء اللي يميزهم، يميز واحد على اخر. تبعوا معايا يا خياتي. نبداو هنا يا خياتي بلو برومي جلدوش، راكو تشوفوا قدامكم تاع نوات كوكو اللي راكو تشوفوا هنايا، مصنوع ب نوات كوكو اللي هي جوز الهند. يحتوي على خاصية انه اولترا نوريسون اي توشي دوسور، بما يعني انه عنده خاصية التغذية العميقة يعني التغذية القصوى، وايضا توشي دوسور اللي هو اللمسة الناعمة. يحتوي على الفيتامين او هاولي كرياتي. ريحة تاعو بزاف هايلة، يعني انها تميل نوات كوكو اللي كاينة بزاف سبيسيالمون في لي جو. هايليك بزاف هايلة، يعني نقي تخي تخدنا. وعنده الخاصية ثانية انه يخلي الكور ديالكم ارطب. تبعوا معايا ندلكم لو دوزيام جيل دوش. انتقل واياكم الى لو دوزيام، هذا جيل دوش تاع ايدن لوفلي بيان سور تاع لابوراتوار فينوس. تما على بالكم هذا ايدن لوفلي عنده نفس الاسم مع لو بروميير مارفان نستعملو انايا كيف كيف تاع فينوس، عندهم نفس الرائحه، لكن لو جيل دوش عنده ريحه شويه خفيفه عليه. هذا جيل دوش تاع ايدن لوفلي الخاصيه تاعو الاولى هي التعطير، ميم سي عنده هذوك القلوب الحمراء من الداخل. هامليك القلوب الحمراء اللي كاينه من الداخل تساعد على انها ترسخ لكم الريحه. هنا يا لو ثوازيام جيل دوش تاعنا كيف كيف تاع لابوراتوار تاع فينوس، مصنوع بالالياف، مصنوع او فيبر ناتوريل دو يوفا اي دو بامبو. عنده الخاصيه انه يطهر البشره ايضا وينقيها معمقا، باسكو عنده الالياف، والالياف ايضا تساعد على التطهير وايضا تخلي لابو ديالكم رطبه. بليزير كولاكسيون اكسفولي اون دوسور، هو الاستحمام المقشر بالياف اللوف ومسحوق الخيزران. هنا يا خياتي ما حاش ندبو عليه، وكما قلت لكم هذه لابوغاتوار تاع فينوس لي برودوي تاعها ولا ديرهم سون بارابين، يعني ما حاش يؤذي البشره ديالكم وحا تقعد البشره تاعكم كيما راهي، وما حاش يعني ندير لها طفح جلدي ولا كاش مشكله اخرى. كما قلت لكم خياتي الخاصيه تاعو هذا لو جيل دوش هذا تاع الالياف، الخاصيه تاعو الاولى هي التقشير. هاو ليك جيل دوش اكسفوليون، بما يعني جيل دوش مقشر وما حاش ندبو عليه. صح فريمون يساعد على تقشير البشره وينحي لكم ميم البشره تكون ميته في لابو ديالكم. لو كاتريام جيل دوش هنا تاعنا هو عباره عن جيل دوش سموثي، يعني مصنوع ب هنايا مصنوع بالحليب ومسحوق اللوز. بزاف هاي الخياتي يخلي لابو ديالكم بزاف رطبه، وهنايا الحليب يساعد على ترطيب البشره يعني ترطيب معمق، وايضا على التغذيه. ما حاش نبوع لي خياتي، كما قلت لكم لي جيل دوش هادو تاع فينوس لو بري ديالهم رخيص، ونجيب لكم انايا لي برودوي اللي يكونوا خاصو في متناول الجميع. كما كنتو تشوفوا كل جيل دوش وعنده خاصيه معينه. هنا بور بري تلقاوهم من 9000 حتى 12000، ما يديباسيوش خياتي. كل كوزميتيك كيفاه تبيعهم. اصل واياكم الى نهايه هذا الفيديو، ما بقى لي غير نقول لكم يا البنات هلا فوحتيكم الى فيديو اخر ان شاء الله. اللي عندها اي سؤال ولا تخليه لي في لي كومونتير، وبيان سور اللي عجبها هذا الفيديو لا تنسى دعمي بجيم واشتراك. ربي يحفظكم يا خياتي. اذا عندكم كاش حاجه خليوها لي في لي كومونتير، ومع السلامه.